السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامج واش فهمتونا، برنامج الحوار والنقاش، برنامج الاسبوعي اللي من خلاله كنحاولوا نزوروا مدينه جديده، ثانويه جديده، ونتلاقاو بشباب عندهم افكار نيره كيحاولوا يعبروا عليها في 26 دقيقه على القناه الثانيه. واش فهمتونا هذا الاسبوع حط الرحال بمدينه بن سليمان وبالضبط في ثانويه الشريف الادريسي. غيناقشوا الشباب الثانويه موضوع مهم جدا لكل تلميذ لكل شاب اللي هو المشروع الشخصي. نتعرفوا على الشباب الاربعه اللي غيناقشوا معنا هذا المشروع الشخصي. زهير، اللبنه الاولى اللي واجب تعاب اهميه المشروع الشخصي وتربينا عليه هي الاسره، لان تربيتنا على تحقيق اهداف صغيره ممكن يسهل علينا مهمه تحقيق مشاريعنا الكبرى. اسماء، تطوير المهارات والقدرات والمواهب كيكون عنده أثر إيجابي كبير على شخصية كل واحد فينا، وهنا دور الجمعيات ودور الشباب والنوادي لتطوير القدرات في مختلف المجالات. سامية، المدرسة دورها التربية قبل التعليم، ودور الأستاذ أساسي في التوجيه والتأطير خصوصا من اللي تيكونوا الأهل مقاريينش وما كيقوموش بهذا الدور في الدار. مريم، تحديد هدف واحد مغامرة كبيرة، لأن عدم تحقيقه ممكن يحطم الشخص نفسيا ويخليه يتخلى على كل أحلامه، فبالتالي وجب تحضير لائحة الأهداف مرسومة فيها حسب الأولوية. المشروع الشخصي موضوع مهم للنقاش لأنه كيهم كل واحد في الشباب اللي ما عندهمش مشروع شخصي واللي كيعتقدوا بأنه تحديد هدف تحقيق حلم هو بعيد المنال. كاينين معوقات كثيرة، ولكن الوعي بالأهداف ديالك، الوعي بالقدرات ديالك ممكن جدا يقربك من تحقيقه. غنحاولوا نناقشوا هذا الموضوع رفقة ربعه ديال الشباب وايضا رفقة كوتش نرجس المثنى، ولكن قبل هذا الشيء كله شنو رايكم نقربوا اكثر من الموضوع باش نفهموه عن طريق هذا الروبورتاج. كلنا ملي كنا صغار حلمنا نكونوا دي استرونوت دي بيلوت، ملي كبرنا هاد الاحلام مشات مع الواد وحنا جينا مع الجواد. كلنا بغينا واحد النهار نتعلموا آلة موسيقية ولا شي لغة أجنبية كتعجبنا. كاين اللي فينا بغى يكون عالم كبير ولا سفير أو وزير، وكلنا ملقينا حتى واحد يشجعنا ولا يأطرنا. وإلا شي نهار فتحتي قلبك لشي واحد كتسمع كل عبارات التعجيز والتقليل منك، اش من مشروع شخصي؟ البروجي بيرسونيل ولا المشروع الشخصي هو إن استراتيجي كيتبع حاجك ايتر هومان باش انه يحقق واحد لي بو ديالو ولا لي غيف ديالو. تحقيق مشروع شخصي كيحتاج اول حاجه الوعي بمؤهلاتي وقدراتي قبل تحديد الاهداف ديالي، ثم التحلي بالثقه والعمل على تحقيق مشروعي. التنشئه ودور الوالدين هنا مهمين، لانه تربيتي على تحقيق اهداف صغيره كيسهل عليا من بعد تحقيق اهدافي الكبيره. باش يقدر الانسان يوصل للهدف الشخصي ديالو خاصو يكون اولا يكون عنده ثقه في النفس ويكون عنده مؤهلات كافيه باش يوصل لها. تحديد مشاريعنا الشخصيه وتحقيقها غادي يمكننا نعيش حياه سعيده وممارسه الاعمال اللي تنحبوها، ماشي اللي فرضوها علينا الناس بالتشاؤم ديالهم. واش كتشوفوا الامور بحال هكذا ولا ما فهمناكمش؟ نتمنى نكونوا فهمناكم، وإلا ما فهمناكمش برنامج واش فهمتونا خضر العاتق ديالو أنه يسافر من منطقة أخرى من ثانوية الأخرى لقاء الشباب تلاميذ اللي عندهم رغبة في التعبير على أفكارهم على مخاوفهم على أحلامهم ويعبروا عليها بكل حرية في برنامج تلفزيوني خاص بالمراهقين خاص بالشباب خاص بالنقاش والحوار البناء والفعال والمنتج. وغنحاولوا من خلال هذه الحلقة هذه مرة أخرى أننا نتوجهوا نحو هاد الطلبة هادو ونسمعوا لهم بأذان صاغية باش ناخذوا ثمار الأفكار ديالكم ويحاول الكل يستفد منها. كنتواجدوا اليوم طبعا ببن سليمان بثانوية الشريف الإدريسي. كنشكركم على اختياركم الموضوع اللي غنتعرفوا عليه بعض اللحظات، كيف ما كنبغي نشكر ايضا تلاميذ الثانويه الشريف الادريسي على حضورهم معنا. وكنتسناو منكم ايضا اسئله ومشاركه مثريه في الموضوع. شكرا لكم على الحضور. بعد سنوات او بعد اشهر غادي تحاولوا تحققوا الحلم ديالكم، ولكن لتحقيق هذا الحلم سواء كان كبير ولا صغير اليوم خاص عدد كبير من الاشياء، ربما كاينين عدد كثيره من المعوقات، وغنحاولوا من خلال هذا النقاش نتقربوا اكثر من هاد المعوقات هذه ونشوفوا كيفاش نقدروا نوصلوا نحققوا الاحلام ديالنا. شكون اللي يقول لي اول حاجه شنو كيعني له المشروع الشخصي وعلاش خص يكون عندنا مشروع شخصي؟ تفضلي. المشروع الشخصي هو واحد الصوره اللي كيشوفها التلميذ كيشوف بها المستقبل اللي كيتمنى يعيش فيه، او بطريقه اخرى هو الخطه الاستراتيجيه كيتخذها التلميذ باش يعرف المسار الدراسي والتكويني اللي غيلتحق به. علاش يكون عندنا
مشروع شخصي، حيت الا ما كانش عندنا مشروع شخصي يعني كنحسوا براسنا يعني عايشين غير موجودين في هذه الحياه، يعني ما كنعيشوش. اما ملي كيكون عندنا مشروع شخصي او واحد الهدف باغي نوصلوا ليه، يعني كيكون عندنا واحد الطموح وواحد الاراده وواحد الحماس باش كنعيشوا الحياه ديالنا، وعندنا واحد الهدف باغي نوصلوا ليه. مهم جدا يكون عندنا هدف. واش كل واحد فينا يسطر امامه هدف كل يوم يحققه؟ اللي كنتكلموا على الاهداف الصغرى او اهداف كبرى كيحاول انه يحققها. وفي عدم قدرتنا على تحقيق اهدافنا الصغيره، واش ممكن نحلموا نحققوا اهدافنا الكبيره؟ زهير، كنشوف ان الاحلام ديالنا الصغيره يعني مرتبطه بشكل كبير بالاحلام النهائيه ولا الاحلام الكبيره. يعني باش انني نوصل لتحقيق المشروع الشخصي خاصني لابد ندوز من واحد مجموعه من المحطات، كل محطه كيتراسها واحد الهدف. سامعه؟ ضروري اننا نحاولوا نتعاملوا مع الاحلام الصغرى، لحقاش الا بدينا بالاشياء الصغرى اكيد الكبيره غادي تجينا شي حاجه سهله. وكيف ما تنقولوا كنامنوا بان شيء بشيء كيجي بالتدريج، يعني ما تيجيش بمره. فإلا تعودنا كل يوم اننا نوضعوا واحد المشروع الشخصي اللي كنعملوا عليه يوميا، اكيد غادي يجينا المشروع الكبير شي حاجه اللي هي سهله وغنكونوا تعودنا عليها. اسماء، واش كل شخص قادر على تحقيق احلامه ولا تحقيق مشاريعه الشخصيه؟ بالطبع اي شخص يعني غيقدر يحقق الاحلام ديالو والطموحات ديالو، يعني ان داك الحلم غيبدا هو صغير غادي وكيكبر مع حد الانسان، كيكبر والحلم ديالو كيكبر معاه، يعني وداك الحلم كيتطور كيولي طموح، يعني ضروري انه غادي يحققه الى سطر عليه اهداف يعني انه قادر يحققهم ورسم واحد استراتيجيه صحيحه يعني ما فيهاش اخطاء راه غادي يحققه. اذا استراتيجيه، اهداف، ما نتكلموش على مؤهلات هنا، مؤهلات اللي توفر عليها الشخص قبل ما يبدا يفكر انه يحقق الاحلام ديالو. مريم، بالطبع يعني الانسان قبل ما يحط واحد الهدف قدامه خصو يدرس الذات ديالو ويشوف يشوف المؤهلات ديالو ويشوف شنو كيقدر هو يدير وشنو هي القدرات ديالو باش يوصل لواحد الهدف. يعني ماشي غادي يجي وغيحطوني يعني الا دار واحد الهدف قدامه وهو ما عندوش القدرات ديالو غيتسمى حلم اللي ما غيقدرش يوصل ليه. اما المشروع الشخصي عن فرق كبير بينه وبين الحلم، يعني المشروع الشخصي كيقدر يكون حقيقي وكنحسبوا ليه امتى غنوصلوا ليه وكنعرفوا المحطه ديالو. اما الحلم هو يقدر يكون حقيقي يقدر يكون وهمي وما كنحسبوش ليه الوقت ديالو وما كنعرفوش المحطات اللي غندوزو منها. يعني الانسان يدرس ذاته هو الاول عاد باش يقلب على الهدف ديالو. ننطلقوا ربما من البيئه اللي تيربى فيها كل واحد فينا اللي هي الاسره. واش الاسره كتعاوننا عن طريق اسلوب التربيه او اساليب التربيه اللي ربما تنعيش فيها وتنخضع لها اننا نكون شخصيه قادره على تحمل المسؤوليه، على وضع اهداف، على مجابهه التحديات، وعلى تحقيق الاحلام او تحقيق المشاريع الشخصيه والاهداف ديالنا المهنيه ولا الخاصه اللي كنحطوها امامنا. زهير، كنشوف ان الاسره عندها واحد الدور كبير في مجال التربيه والتنشئه ديالنا حنايا، يعني انها كتساعدنا بشكل كبير على رسم واحد الخطه واضحه اللي نقدروا من خلالها تحقيق المشروع الشخصي. يعني بشكل ادق كيكون واحد الحوار، واحد النقاش اللي هداف اللي كيمكننا من اننا يعني نحققوا المشروع الشخصي ديالنا. التحفيز ايضا ربما اسماء، يعني الاسره يعني راه واحد المحيط ضروري، راه هو اللي كيتنشا منه داك الطفل يعني من البدايات ديالو. يعني كل ما لقى يعني الابوين والمحيط يعني راه كيقدموا ليه واحد المساعده وكيحفزوه كل ما هو كيتشجع. ولكن الا كان العكس يعني كان الاباء كيحبطوا الطفل يعني كيقولوا لا انت ما تقدرش دير، ولا الاصدقاء يعني كيستهزئوا منه يقولوا لا انت ما غادي دير والو انت ما فيدكش، يعني واحد كيزيد كيقول ليه محبط. لان المحيط كيلعب دور اساسي وسورتو الاسره عندها واحد الدور مهم. اذا ما نلوموش التلميذ اذا فجل قبل ما نلومو الاسره ديالو اللي ما علمتوش يثق في راسو وينجح وتعزز له الثقه ديالو براسو باش تقول له راه ممكن دير عدد كبير من الاشياء الا بغيتي. هنا طبعا في اطار التاطير. غادي ندوزو ربما للمجال الثاني اللي هو المدرسه. المدرسه ايضا عندها دور مهم جدا في التربيه والتعليم، في استكمال المهمة ديال الأباء داخل الأسرة، ربما في غياب الوعي عند عدد كبير من الأباء في مجتمع ربما فيه نسب أمية مرتفعة، نتمنى أنها تنخفض، كتبقى تعاملنا مع الأبناء ديالنا يعني دائما بأساليب خاطئة في التربية. فالمدرسة هنا خصها تدارك هذا الموقف هذا لتصحيح الأخطاء. إلى أي مدى هذا الدور هذا مهم وموجود ومازال المدرسة كتقوم به؟ أم أنا مخطئ؟
لا هو صحيح بالنسبه فاش كنتكلموا على المؤسسات فحنا كنتكلموا عليهم عندهم الدور التربيه قبل التعليم، يعني في ذاك الجانب التربوي اي استاذ راه بمثابه الاب ديالك او بمثابه الام ديالك وعنده واحد التجربه، خصوصا ملي كنتكلموا على التجربه في ميدان التربيه والتعليم راه شي حاجه لا يستهان بها. غالبا بعض التلاميذ كيلقاو واحد المشاكل، مثلا كيكونوا لي بارون ديالهم ما قاريينش او لا شي حاجه بحال هكا، كنلقاو هذاك الدور لربما تيقوم به الاستاذ على مستوى التوجيه على مستوى الخبرات اللي كيتشاركهم مع التلاميذ ديالو. هنا داك التلميذ كتولي عنده واحد الصوره واضحه باش انه يدير واحد المشروع شخصي اللي ما واخدوش من واحد الناس ما عندهمش تجربه وانما من ناس اطر التربيه والتعليم. مريم بالاضافه لهادشي اللي قالت الاخت سميه، ايضا خاص التلميذ واخا ما يكون المحيط ديالو ما كيعاونوش خاص هو تربى عنده واحد الثقه في النفس، وايضا المدرسه ما كتلعبش الدور الكامل بطبيعه الحال، يعني المدرسه كتعطي واحد الجزء من هذيك التربيه ديال التلميذ او التعليم ديالو والكمال كيبقى عليه هو، يعني خاصو يبحث خارج المدرسه في يعني الحمد لله حاليا عندنا امكانيات كثيره، كاين الانترنت كاين يوتيوب كاين، يعني واخا التلميذ ما يكونش عنده واحد الثقه في النفس كاين فيديوهات كاين اساليب كثيره يقدر يلتجئ لهم باش تولي عنده ديك الثقه وتربى فيه. ربما ايضا الان كاين بعض الاشياء اللي يعتبرها التلميذ او الشاب حاجز امامه لتحقيق اهدافه ومشاريعه اللي كتسمى النقطه النهائيه في البكالوريا لوسي العتبه، فاش كتعتقدوا بانه هذا ايضا بعبع يعني يخيف التلاميذ وتيمنعهم من تحقيق احلامهم احلام الطفوله واحلام النضج؟ اسمع، هو بالطبع راه غادي يخاف شويه لانه غادي يقول انا الا ما جبتش ديك المعدل مثلا راه ما غاديش تقبلني هذه المدرسه ولا ما غاديش نخدم مزيان ولا هاد. هو بني غادي يخاف، يعني خاصو يجاهد خاصو يخدم يكافح يعني باش يحاول ما امكن يجيب داك المعدل ويجيب داك النقطه باش اي مدرسه تقبله، يكون عنده واحد يعني يكونوا جميع الابواب مفتوحه قدامه، ماشي غادي يرسخ لراسو واحد الباب واحد صافي الا تسد عليه راه غادي صافي ما غادي يدير والو، يعني خاصو يكون خدام وكيكافح وكيدير كيحاول بجميع المجهودات بجميع الابواب تكون مفتوحه قدامه. ممتاز التشبع بالفكر الايجابي. نحاول ننتقل للتلاميذ ثانويه شريف الادريسي، نتمنى انكم تكونوا متبعين وعجبكم النقاش وعندكم شي نقاط اللي انتم متفقين او معارضين معها، شكون اللي عنده شي سؤال باش نزيدوا نوعوا ونغنيوا النقاش؟ شكون الاخت متحمسه؟ تفضلي. انا سميتي بسمه فوزي وكنقرا في دوزيام اني باك دو جيستيون كونطابل. قبل ما نطرح السؤال ديالي بغيت نشير لواحد النقطه اللي ما كانوش هضروا عليها الاصدقاء ديالي، هي ان فاش انا كنحدد واحد لو بروجي بيرسونيل خاصني انا نعرف بعدا هذوك لي تالون اون فون دو موا، خاصني نعرف هذيك لا باسيون، نشوف هذوك المواهب والامكانات اللي عندي قبل ما نحدد هذاك المشروع الشخصي. دونك هذه هي اهم خطوه باش كنبدا بها هذاك لو غيف. ممتاز. وبالنسبه للسؤال ديالي بغيت نقول يعني كاينين الاغلبيه ديال الاشخاص كنعرفوا بانهم ما عندهم واحد النظره اللي هي متشائمه للمستقبل، بغيت نسولكم واش عندكم زعما دي كونساي اللي تقدروا تقولوهم ليهم كيلكو زاستوس اللي تخليهم يفكروا في كيلكو بوان دو موتيفاسيون في شي حوايج اللي يخليوهم يعني يتجاوزوا العراقيل اللي تقدر تكون امام الهدف ديالهم. هذا هو السؤال ديالي. شكرا لك بسمه، شكرا لك. سؤال ديالها واضح، تفضلي ساميه. السؤال ديال الاخت كنبغي نقول لها بان هاد الناس اللي هما عندهم واحد التخوف من نظره المستقبل ما خصوش يكون، هذا بالضروره كيرجع لواحد عدم الاستعداد النفسي الكافي باش انه يوصل لمرحله ديال انه يحط واحد المشروع شخصي. كيخص هاد التلميذ ان تكون الاراده ديالو في النجاح اكثر من داك الخوف ديالو من الفشل، يعني حتى الا واجه واحد المجموعه من الصعوبات ولا شي حاجه تيقول هي تجارب وخبرات، يعني ماشي شي حاجه جديده عليه. وبالنسبه للدراسه اللي كانت قالت، هو ضروري على كل تلميذ باش انه يدير واحد الدراسه خصوصا دراسه الداس ديالو، كيشوف القدرات ديالو كيشوف الميول ديالو، شو عنده واحد الميول مثلا ادبي ولا علمي، يدرس المحيط ديالو العادات ديالو التقاليد ديالو، الامور كيخصو ينطلق منها ماشي يعني يستغنى عليها، فإلى نطلق من هذه الامور كامله بالاضافه الى انه يدرس المحيط المدرسي والمحيط المهني مستقبلا ما غاديش يلقى مشكل وما غاتكونش عنده واحد النظره متشائمه. بالإضافة لنقطة مهمة جدا كانت تكلمت عليها واللي هي أنه خصنا نكونوا واعيين شنو هي مؤهلاتنا، شنو هي مميزاتنا، شنو هي المواهب اللي عندنا باش نقدروا نحدوا مشروع
ليتناسب مع شخصيتنا، لانه دائما غنفشلوا ولا ما غنكونوش متميزين الا اخترينا واحد المجال اللي حنا ما عندناش كفاءه كبيره فيه. شكون اللي ربما يضيف لنا نقطه اخرى او نقاط اخرى تحمس وتحفز هاد التلاميذ هادو لتجنب كل ما يمكن ان يعيقهم على تنفيذ احلامهم؟ زهير، كنشوف ان اي تلميذ او طالب بغى يحدد واحد المشروع الشخصي ديالو فلا بد له من انه يكون عنده واحد المجموعه من المحددات. اول حاجه انه تكون عنده القدرات والمؤهلات اللي كتلائم مع المشروع اللي وضعه هو في الاول. ثانيا خاص يكون عنده واحد الدرايه كافيه بالمحيط ديالو، ويكون عنده يعني كيتميز بمعرفه الذات. نواصلوا ايضا مع تلاميذ ثانويه الشريف الادريسي وسؤال اخر نغنيو به النقاش. شكون اللي عنده سؤال؟ قلال انتم. تفضلي الوقت الصف الثاني. سميتي اكرام الوافي، كنقرا في السنه الاولى من البكالوريا سيونس مات اوبسيون بيوف. كيف ما كنعرفوا كاملين ان الناس كاملين كلهم عندهم احلام، وكاينين اللي ما كيتوفقوش باش يديروا هاد الاحلام او لا يوصلوا ليها، وهذا كيرجع لاسباب مختلفه من شخص اللي كتختلف من شخص الاخر. فكاين اللي كيلجأ انه يدير احلام اخرى وخطط اخرى اللي كيعتمد عليها واللي كيحط قدامه باش يوصل اللي بغا. فهذا في نظركم واش كتعتبروه ضعف ذكاء ولا استسلام؟ شكرا لك، شكرا لك اكرام. تفضلي مريم. التلميذ خاص ضروري ما يحطش قدامه بطبيعه الحال هدف واحد، حيت الا حط قدامه هدف واحد وما وصلش ليه فبالتالي غيجي واحد غيتحطم داخليا وغيستسلم وما غيبقى زعما ما يقدرش يعاود ينوض من جديد. يعني يدير واحد الهدف الاسمى ديالو بطبيعه الحال اللي باغي يوصل ليه هو الاول، يحطو هذاك اللي ما يتخلاش عليه، وابخي يدير واحد الهدف اخر. يعني حتى لما وصلش لهذاك يبدا بالاخر، يبدا بالثاني الهدف الثاني، ومني هذاك اللي غادي يكون ساهل انه يوصل ليه. مني يوصل ليه ديك الساعه غادي يكون عنده امكانيات ديالو الخاصه، حتى واحد ما غيقدر يحرمه من شي حاجه، غيكون عنده ماديات ديالو امكانيات ديالو ولا قدرات ديالو، وبالتالي يكافح عاوتاني باش يوصل لاخر. يعني عمر الانسان يتحطم، بالعكس الى فشل هذاك بطبيعه الحال ما خصوش يسميه فشل بل غيسميه تجربه، تعلم منها وعرف الاخطاء ديالها وشنو اللي خاصو يدير وشنو ما خاصوش يدير باش ينجح في المره الثانيه من يعاودو. اذا هو ماشي ضعف، ماشي استسلام، هو ذكاء بالنسبه لك. شكون اللي مختلف معها في الراي؟ كاملين متفقين؟ اذا ممتاز. نعاود نرجع بسؤال ثالث من عند الجمهور. تفضلي الاخت الاخر. السلام عليكم، سلمى سليماني، كنقرا في ثاني بكالوريا جيستيون كونطابل. السؤال ديالي هو كيف كنعرفوا اننا كنعيشوا في مجتمع تحكمه العادات والتقاليد وكذلك ضعف في البنيه التحتيه؟ يعني الانسان يعني كيبغي يدير شي نشاط ما كيلقاش هنايا في المدينه ديالو، واش يعني ان الانسان هذا يتخلى على المشروع الذاتي ديالو جانبا ويمشي يقلب على شي حاجه اخرى، ولا يبقى متشبت فيه باش يبحث عليه في مدن اخرى؟ وشكرا. شكرا لك، شكرا لك. اذا هنا كنتكلموا على ظروف اخرى مختلفه، عادات، تقاليد، امكانيات، بنيه تحتيه في المدينه بالنسبه لربما احلام كبرى او صغرى. ساميه، فاش كنقولوا اننا خاصنا نديروا واحد المشروع شخصي قلنا لابد اننا نديروا واحد الدراسه للذات بما كيدخل فيها واحد المجموعه من التقاليد والعادات اللي كتحكم مثلا المجتمع ديالنا. اذا من الاول انا فاش غادي ندير واحد المشروع شخصي لابد ما انني نكون طرقت لهذه المساله وندير الشيء اللي غادي يتناسب مع دوك العادات والتقاليد ديالي. اما بالنسبه لضعف التجهيزات اللي كتكون بعض مرات ولا هذا كيشكل عائق بعض مرات، ولكن ما خصناش نوقفوا عدد النقطه ونقولوا باننا صافي لحقاش ما كاينش ديك الحاجه ما نديروهاش. يعني كيف ما قالت الاخت كاين دائما البديل، كاين الامور مهم نحافظوا على ذاك المشروع الشخصي بديك الامور اللي حنا غادي نقدروا عليها. واكيد هو ضروري خاص يكون الدعم من الاطر التربويه، من الوالدين، كيخاص يكون من المدينه ديالك بصفه عامه، ولكن الى ما لقيناش هاد الامور ما توفرات يعني كيخصنا نقلبوا على البديل وما نتسناوش هاد الامور تجي عندنا حنا نقلبوا عليها ونعوضوها بداك الشيء اللي نقدروا عليه. اسمع، المجتمع المدني، نرجعوا ليه هنا. المجتمع المدني كيلعب دور كبير، يعني باش ان داك التلميذ ولا داك الشخص باش تنمى القدرات ديالو ويفهم اكثر وما يبقاش فيه ديك ضعف الشخصيه والخوف والخجل. يعني المجتمع المدني كاين جمعيات الحمد لله، كاين دور شباب، يعني كاين يعني داك الطفل من يعني من النشأه ديالو من انه كيزاول من نشاطات يعني مخيمات صيفيه، لقاءات، يعني غادي يبقى يتواصل يعني مع الوسط، مع المجتمع، يعني ما غاديش يبقى منعزل على راسه. يعني كلما تواصل مع الناس وكلما هضر وكلما طرق المواضيع يعني عاد الشخصيه ديالو كتنمى، وعند داك المشروع الشخصي ديالو غادي يزيد يتطور وغادي يتنمى. يعني ما غاديش يبقى
يعني انه منحاصر على راسه غيقول لا هذه ما نديرهاش لا ما نقدرش، يعني بكل ما انه تواصل مع الناس وفهم معهم يعني غادي يزيد يتقدم وغادي يزيد يطور المهارات ديالو. ربما حاولنا من خلال هذا النقاش وان كان سريع نوعا ما اننا ننطرقوا لاهم الافكار وناخذوا وجهات النظر ديالكم، وبغيت في الجزء الثاني من البرنامج ناخذوا بعض النصائح من عند الكوتش نتاع البرنامج كوتش نرجس المثنى اللي غتحاول تعطينا بعض النصائح تعطينا بعض الارشادات لنا طبعا وكل المشاهدين اللي كيتابعونا باش نقدروا نحققوا المشروع الشخصي ديالنا. شكرا لكم على هذا النقاش المثري، ونتلاقاو مع الجزء الثاني من البرنامج مع كوتش نرجس المثنى. مرحبا بك كوتش نرجس. شكرا علي. اذا مهم جدا في هذه الفقره الثانيه من البرنامج مع كوتش نرجس نحاولوا نرجعوا ربما باش نقدموا نصائح لكل الشباب اللي كيتابعونا من مختلف المناطق المغربيه باش نحاولوا نبينوا اهميه المشروع الشخصي. نبغي نعرف من عندك اول حاجه كوتش نرجس شنو هي اهميه المشروع الشخصي؟ ممتاز علي. دونك انا خصنا نعرفوا اننا ملي كنهضروا على المشروع الشخصي كنهضروا على جوج ديال النقاط مهمه. النقطة الأولى كيفاش نبني هذا المشروع الشخصي، النقطة الثانية كيفاش نوصل للمشروع الشخصي، أو بمعنى أدق كيفاش نحقق المشروع الشخصي. اللي كنقول نحقق دونك كنهضر بصفة ذاتية، يعني أنني عندي المسؤولية الكاملة في نجاح أو فشل هذا المشروع الشخصي. إذا عدد كبير من التلاميذ من الشباب يعني بسبب الواقع اللي تعيشوه بسبب المدن اللي تعيشوا فيها ربما ينقطع الأمل يمتني عن الحلم وما تيحطش مشروع شخصي أمامه، شنو تقدر تقول لهذه النوعية ديال الشباب؟ دونك علي قلتي جوج ديال النقاط مهمه. اول حاجه قلتي بسبب الواقع، دونك هنا النقطه اللي خصنا نعرفوا هو انه الواقع ما هو الا وقع ديال الافكار ديالنا وديال القناعات ديالنا في حياتنا، دونك ما هو الا غفلي او مرآه ديال القناعات ديالنا كيف ما كان سلبيه ولا ايجابيه في الحياه ديالنا. النقطه الثانيه علي هما الناس اللي كيظنوا انهم ما عندهمش مشروع شخصي، دونك هنا رأيي ديالي ككوتش انه مستحيل نلقاو انسان اللي ما عندوش مشروع شخصي. هو بالعكس ما واعيش المشروع الشخصي ديالو، سي كيسيون دو بريز دو كونسيونس، لانه بطبيعه الحال كلنا تخلقينا بواحد الرساله في الحياه، كلنا تخلقينا وعندنا اون ميسيون دو في، دونك هي مساله ديال كيف قالوا الاصدقاء تقييم ديال الذات وديال اكتساب مهارات اللي تخليني نعرف اين مجال اللي غادي نقدر نأدي فيه اكثر من المجالات الاخرى. اذا مهم الان نعرفوا شنو هي مختلف المهارات والوسائل والتقنيات اللي تقدر تخليني نواجه الواقع اللي كنتكلموا عليه، نواجه المعيقات والعقبات اللي كتكون امامي. لانه غنعطيو غير دي زيكزامبل بسيط. انا يا مثلا كنقرا في الثانوي كنتذكر مع صاحبي قلت له بغيت ندير هذه القضيه، يقول لي ما يمكنش ديرها، شحال من واحد حاول قبل منك وما دارهاش. والديا تيقول لي والله لا طفرتيه. وكاين واحد النوع نتاع الاهل اللي بحال هكا بدل ما يشجعوا وليداتهم بالعكس سيدمروهم الى غير ذلك. ثم ربما بعض الاشياء اللي لا تتوافق مع مهاراتي وامكانياتي ومواهبي ورغم ذلك هي الحلم ديالي، فكيفاش نواجه مثلا كل هذه العقبات باش نقدر نحقق المشروع الشخصي ديالي؟ تري بيان، دونك علي السؤال ديالك متكامل ومترابط. كونتخيغ، دونك جوج ديال لي بوان انا اللي كيبانوا لي اكتساب المهارات وكيفاش نواجه المعيقات، وحده كتكمل الاخرى، لانني الا ما اكتسبتش مهاره جديده، لان كيف كنقولوا نفس الافكار ما يمكنش تادي لنا غير نفس النتائج، دونك انا عندي نفس الافكار نفس القناعات دائما غادي نحصل على نفس النتائج اللي تقدر تكون فشل تقدر تكون ديما معيقات اكسيتيرا. دونك الفكره الاولى علي اللي غنهضروا عليها اللي هي المعيقات، ما كاينش شي حد ما عندوش معيقات قدام تحقيق المشروع الشخصي ديالو، سواء معيقات اللي كتجي من الاسره، سواء معيقات اللي كتجي من المحيط من البيئه من الاعراف من التقاليد من المدرسه من الافكار ديال الاسره اللي ما كتسمحلوش انه يكمل في هذاك المجال اللي بغى. دونك هنا خصنا نعرفوا ان كل شيء عنده معيقات. هنا شنو كنقترحوا على التلاميذ عالي هو اننا كيفاش نتعاملوا مع هذه المعيقات بذكاء avec beaucoup d'intelligence، سيتادير كيفاش تكون عندي القدره ان هذه المعيقات تكون هي الانطلاقه ديالي، كيفاش نخلق منها ولا نحولها لدي سورس دو موتيفاسيون. تري بيان، كيفاش هذه المعيقات مهما كانت اسريه جسديه، ثق بيا علي كنخدموا مع اشخاص شباب اللي عندهم اعاقات بدنيه وعندهم حلم مثلا ديال انه يولي سباح وان العائله ديالو كتحطو في واحد الموقف ديال انت كتحلم تغي كتخرمز واش طفروا حتى اللي عندهم رجليهم ويديهم اكسيتيرا. دونك هنا الفكره هو ان هذه الاعاقه
ولا هاد المعيقات بصفه عامه كيفاش تولي انطلاقه وكيفاش تولي فوالا تحدي، كيفاش نحولها لتحدي وتولي نقطه اللي كتميزني على الاخرين. دونك انا عندي هاد المعيقات، بدات انت عندك معيقات من طرف واحد من شكل واحد اخر، مي هاد المعيقات غادي نديرها كتحدي قدامي قدام والديا وغادي نردها من سورس دو موتيفاسيون. اذا كنشكرك كوتش نرجس على كل هاد النصائح اللي كنعتقد بانها ثمينه، ووصولها لبعض الشباب في مناطق بعيده ما عندهمش القدره وما عندهمش هذه الوسائل الكثيره اللي تنتكلموا عليها من انترنت او من اقارب ممكن انهم ينصحوهم وانهم ياطروهم او احلام اللي ممكن تفتح لهم مجال الحياه. كنعتقد بانه هذا الشباب اليوم بين انه الايجابيه، انه الرغبه، انه الاراده ممكن جدا تحقق لنا الاهداف ديالنا، وفقط يجب ان نعي كيف ما تكلمتي كوتش بشنو هي مهاراتنا وقدراتنا باش نقدروا نفكروا ونحدوا اهداف معقوله وواقعيه، وهذه الكلمه الاخيره اللي انتهيتي بها، ونبقى واقعيين باش نقدروا نحققوا الاحلام ديالنا. شكرا لك ساميه. شكرا لك اسماء. شكرا لزهير. وشكرا لك مريم. كيف ما كنبغي نشكر التلاميذ الثانويه الشريف الادريسي اللي حضروا معنا وطرحوا اسئله فعاله، وكان يعني المشاركه ديالهم مثمره جدا. وعيد شكرك مره اخرى واثني على المشاركه ديالك برنامج واش فهمتونا كوش نرجس المثنى. شكرا علي. شكرا طبعا كنشكركم، كنشكر التلاميذ على هذه الطاقه الايجابيه اللي عطاونا وعلى هذه الدفعه، ونتمنوا لكم مزيد النجاح والتوفيق. بغيت نشكر ايضا كل المشاهدين الاوفياء على تتبعهم وعلى مشاركتهم وعلى التفاعل ديالهم الاسبوعي مع برنامج واش فهمتونا. شكرا لكم على زيارتكم وعلى كل الافكار اللي كنهلوها من عندكم في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام. شكرا لكم، وكنرحبوا اكيد بكل الانتقادات وكل الافكار اللي من شانها انها تطور برنامج هو لكم، تيجي حتى لعندكم باش يسمع الافكار ديالكم. نتلاقاو الاسبوع الجاي باش نناقشوا موضوع اخر في ثانويه اخرى. Slam.